هلا والله شباب، كيف حالكم؟ معاكم اللاعب الحساس. وهذا الفيديو بغيت انا اتكلم على شيء الصبي بحيل. يعني هل تدرون ان مودرن وورفير 3 فيها لابيات مهكره؟ يعني بصراحه هذا شيء جدا جدا يدخل في الاعصاب ويعصب بالواحد. يعني اللعبه شوف كم مليون حصلت، وشوف كم يعني ارباحها، وفي النهايه تتهكر. يعني سبحان الله الله، صحيح انه يعني في العاب ثانيه تقعد تتهكر من وقت لوقت وكذا، بس هذه مودرن وورفير، هذا البريد اند باتل اللي عندنا الان. يعني الله، كيف كذا؟ انا بصراحه هذا الفيديو جاي انا بعلن لكم وبقول لكم يعني ان انا خلاص هذه اللعبه بصراحه قبيه. انا من زمان كنت ادور سبب اني اهدها، وهذا الان يعني لقيت السبب. ان صحيح اني انا ما انضريت وما جاني ضرر يعني شخصي، وصحيح انه لازم انك انت تكون حذر وان علشان انك ما تخش اللوبيات ناس ما تعرفها، وهذا الطريقه الوحيده انك بس تتهكر وتتضرر. يعني الضرر انه يجيك ليفل ديموشن داون وما ادري شنو، بس يعني فكره ان اللعبه تهكرت جرحت مشاعري. يعني انا من زمان قاعد العب، وانا يعني شاري اللعبه وقاعد اتكلم عليها واسوي لكم دعايه مالت عليكم، وفي النهايه كذا كيف تعاملوني؟ لوبيات مهكره وهذا اخرتها معاكم؟ يعني حتى روبوت بورينج ظهر انه طلع بهذا السبب. يعني عيب عليكم يا اكتيفيجن. الله اروح لش يسمونه ذي بلاك اوبس احسن لي. مان، يعني بصراحة إذا كان QE كومنتيتر هو اللي ماسك الألعاب ذي وماسك إن الكوميونيتي مانجر لهالألعاب ذي، والله كان ذي اللعبة بتطلع تمام. يعني بصراحة إحنا نعرف وكلنا نعرف إن QE كومنتيتر هو أحسن واحد فينا، أحسن من كنت، أحسن من أبوك، أحسن من كل الناس، هو الايدل حقنا. فبصراحة وانا احبه حيل، وبصراحة اذا يعني نافسته في مسابقة اظني ما بقدر اني انافسه. ف انا مو بني صاير فان بوي، بس انه يعني كمان يعني كيو اي هو اللي طلعت عن برا الموضوع. كيو اي هو انسان هذا احسن واحد في الدنيا، وما في احد ثاني في المجتمع حقنا كله ما في واحد ثاني احسن من. ف اوكي، المودرن وورفير، انا بس بقيت اقول لكم يا شباب انتبهوا في لوبيات مهكره، وبس اذا تبون نصيحتي وانا خلاص كلامي واحد وهو اللي يعني يطبق. اذا تبون نصيحتي لا تلعبونها، خلاص روحوا لبلاك اوبس، بلاك اوبس احسن. يعني صدق ان كنا نسب ونشتم في بلاك اوبس ويوم نزلت، بس انه خلاص يعني نزل جزء جديد، فيمدينا ان الحين نقول اخ على ايام الجزء القديم وخلاص. ما بدنا يعني لا نزل بلاك اوبس 2 يمدينا ان نقول اخ على مودرن وورفير 3، بس الى الان ما نزلت بلاك اوبس 2. ف بلاك مودرن وورفير 3 خلاص نكرهها. يعني شوف كم مليون طلعت وشوف كم فلوسه، و في النهاية تتهكر. صدقنا يعني سووا بافينج للشات جانز وقووا الشات جانز وقووا اللايت ماشين جانز، وقاعدين يحاولون يعدلون اللاج، وقاعدين يحاولون ورجعوا العاب وجيم مودز، وجابوا جيم مودز من الكوميونتي. صحيح ان قاعدين يسمعون من الكوميونتي، ولكن تهكرت خلاص، طفح الكيل، ما في فايدة خلاص. يعني دي الشركة خلاص المفروض تكون معصومة عن الخطأ، خطأ بسيط خلاص نهدها. فإلى أن يعطونا سعر الألعاب لكل واحد شرى لعبتهم، إلى أن يعطونا $60 اللي دفعناه، أو الميتين أو الثلاثمية اللي بعضنا شراه illegally، ويرسلون لنا double XP، يمكن أفكر أني أرجع لها. بس حاليا بوضع هالخايس اللي الآن بصراحة يعني عيب كذا، عيب 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 يا شباب، عيب.
على اي حال زي ما قلت لكم انا ما بلعبها، بس اذا يعني بزورها ولا شيء زي كذا، بس لانه واحد يعني جرني جرار لها اني العب مع خويي ونرفعها، بس غير كذا لا تحاولون، لا تقنعوني، لا تحاولون تقنعوني في الكومنت زين، لا يعني خلاص اللعبه فاشله الان، خلاص خلاص ما في. على اي حال شباب هذا كل شيء عندي، كان معاكم اللاعب الحساس، السلام عليكم وتصبحون على خير، مع السلامة. كيو اي كومنتيتر